في زوم نعطي كل ذي حق حقه ونضع النقاط على الحروف. ها أنا عادل بن هيف أسعد بأن ألتقيكم في فقرة زوم في جنتل 67، ويصحبني الجميل جدا عمر بن هدال. والله يكفينا شر ذي الذبان عمر بن هدال الغائب الحاضر. شكرا محمد المنصور. العفو، صباحكم الله خير. أنا أقول له شكرا لأنك انقذتني قبل شوي سنة. العفو الله يرضى عليك، ما انقذك يا عمر، أنت ما شاء الله تبارك الله يا عادل. وصبح عليكم وصبح على الجميع وصبح على الربان خير خلف لخير سلف، غياب سالم بن حزام صبح على سالم حزام الأستاذ الجميل الرائع الذي فعلا فعلا يعني بما يجعلنا دائما في 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 سعادة في حضوره. أنا نفتقدك اليوم يا سالم، ما بعد وجدناك يعني، إن شاء الله أن عادل ما شاء الله تبارك الله هو اللي بيقودنا اليوم، وحنا كلنا على أتم الاستعداد في أي لحظة مطلوبة منا ما شاء الله تبارك الله. اليوم إن شاء الله أنها بتكون حلقة متجلية. طبعا كذلك نحيي على طريب وحزام، طبعا أبو حزام اعتذر في الآونة الأخيرة، يعني جاله ظرف فقدم.